خبر
أقسم عليك بحبل خلق الله محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصوم من ذرية الحسين فارجع عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك محمد وأنت المعمول وعلي وأنت الأعلى بفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت القديم الإحسان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته بجاه محمد وآل الأطهار اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات سيما من سألناك الدعاء لهم ألبسهم لباس الصحة والعافية أطلق سراحة وسرانا اللهم واحفظ العتبات المقدسة وارجع زوارهم إلى ودانهم سالمين غانمين من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اقضي اللهم حاجته بجاه محمد وآله الأطهار وإلى أرواح موتاه موتاكم موتى الحاضر موتى المؤسسين لهذا المأتم الشريف وأرواح من مضى من أهل هذا الجمع إلى روح المؤسس المرحوم الحاج جاسم بن محمد الخميس وأخوانه وزوجاته وأبنائه ومن مضى من أهل هذا الجمع من كانوا معنا في السنوات الماضية المرحوم الحاج عبد الله أبو عمر عبد الله منصور أبو عيسى المرحوم الحاج خميس المرحوم الحاج عباس المرحوم علي عون المرحوم عبد الزهرة ابنة المرحوم الحاج خميس المرحوم الحاج عبد العزيز المرحوم الحاج عبد الحسين أبو محمد جميع من مضى من أهل هذا الجمع إليهم جميعا نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد Thank you.